السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن جزء جديد في التكنيكال سيو، وهو الملف الروبوت. طيب الملف الروبوت سيد التكست ده ايه هو؟ هو ملف بنحطه على السيرفر بتاعنا، زي ما احنا عملنا خريطة الموقع عشان نقول لجوجل الروابط دي هي الروابط اللي انا عايزك تشوفها وتعمل لها عملية زحف وارشفة. ملف الروبوت بحط فيه الروابط اللي انا مش عايز جوجل يشوفها، زي ملف الادمن، زي ملف مثلا بعرض فيه وليكن فيديوهات عليها حقوق ملكية. يعني أنا عامل جزء عندي عبارة عن معرض أعمال كده، بحط فيه نماذج وشغل ورسومات لحاجات على النت، وأنا مش عايز جوجل يشوف الجزء ده عشان ما يفتكرش إن أنا بسرق، فأنا بقوم مسحه من ملف الروبوت. فالملف ده اليوزر والمستخدم هيشوفه، لكن جوجل نفسه مش هيشوفه. طيب بعمل الملف ده إزاي؟ بكتب ملف، بكتب روبوت دوت تكست على خلينا نفتح جوجل، بعمل هنا روبوت دوت تكست جنريتور، برضو هتلاقي مواقع كتير بتعمل لك ملفات الروبوت تكست دي. تمام، انت عايز تعمل الاو لايه؟ فانا عايز، بدام انت عامل شرطة واحدة كده فده معناه ان انت عامل الاو انت عامل شرطة كده، ده معناه ان انت عامل allow لكل حاجة. طيب عايز تعمل disallow لحاجات معينة، هتعمل لها، طيب هتعمل disallow لكل الموقع كده، كده disallow لكل الموقع، كده allow لكل الموقع. عايز تعمل customize، انا عايز اعمل allow لحاجات معينة وحاجات لا، ده بيقول لك ان انت هتشغل كل البوتات او هتمنع جوجل بوت. ماشي، يعني هتشغل بوتات معينة وبوتات لا، فانت بتحدد من هنا البوتات اللي عايز تستخدمها. هنا مثلا بتعمل انتر رود دايركشن، انتر يور رود دايركشن ده لو انت عايز تعمل تعرف الموقع ايه الملف الروت بتاعك، بتعمل سلاش بس كده. طيب عايز تعمل ديس الاو لرابط معين، ماشي، عايز تعمل ديس الاو لرابط معين، انا عايز اعمل والله ديس الاو لرابط الادمن اللي هو ويب بي ادمن، فانا بحدد الرابط ده واعمل هنا ديس الاو واعمل اد، فانا كده عملت ديس الاو لايه؟ للادمن بس، لصفحه الادمن. عايز احط هنا ملف خريطه الموقع، فباخد ملف خريطه الموقع ده احطه. طيب فايدتها ايه؟ لما جوجل بيخش الموقع بالملف الروبوت بيرجع يخش السايت ماب تاني، فانت كده ايه؟ كانك سرعت عمليه الدخول بتاعه لملف الروبوت. طيب عايز تمنع صفحة معينة، والله أنا نزلت مقال، المقال ده عامله عشان اليوزر يستخدمه زي سوي اليوتيوب، بس المقال ده مفهوش داتا كويسة، وأنا مش عايز حد، مش عايز جوجل يشوفه، فبرضه هحطه اد. عايز جوجل يشوفه فين؟ عايز مين اللي ما يشوفوش؟ عايز كله ما يشوفوش، فهعمل اد. طب أنا عايز جوجل بس اللي ما يشوفوش، فبعمل هنا وبعمل ديس الله وبضيف كده، هيتضاف اهو يوزر ايجنت جوجل بوت، ما تشوفليش الصفحه دي، جوجل بوت بس اللي مش هيشوف الصفحه دي. فانت من هنا بتحدد البوت اللي انت عايزه ما يشوفوش جوجل ولا مين بالظبط، وتعمل ديس الاو او الاو. طب انت عايزه يشوف كل الموقع، بتعمل سلاش هنا بس كده وتعمل اد. عايز مين برضو اللي يخش؟ كله، انا عايز كله يخش، فتعمل اد. فهنا هتلاقي يوزر ايجنت الاو سلاش، كده انا عملت الاو لكل الموقع. طيب انا كده عملت ايه؟ الاو لكل الموقع ما عدا ديس الاو لصفحه الويب ادمن، وديس الاو للمقال اللي انا مش عايز جوجل يشوفه ده. طيب انا هعمل ايه بعد كده؟ هنزل هنزل الملف ده كرييت، هنزله هنا بقى نازل، وفي رقم واحد كده لازم اشيله، لازم يبقى الملف روبوتس دوت تكست بس. طيب بحط الملف ده فين؟ برفعه على السيرفر، بديه برضه للمبرمج، اقول له يا مبرمج خد المقال ده ارفعه عندك. طيب برفعه فين؟ لو انا معايا بيانات السيبانل مثلا، موقع عندي كرييتيف ماركتيرز سلاش 2.0.2.0.8.3، ده بيفتح لك السيرفر، بتخش على السيرفر، تخش على الفايل مانجر، وبترفعه في بابليك اتش تي ام ال، بترفع الملف ده هنا، هنا كده ماشي، بترفع الملف هنا. بس الافضل ان انت ما بتلعبش في جزء السايت السي بانل والسيرفر والاستضافه ده الا لما بتبقى واخد كورس التعامل مع السيرفرات اصلا عشان تعرف تتعامل مع السي بانل.
خليك في الاول ما تستخدمش انت الموضوع بشكل يدوي، لا اما هتبعت للمبرمج اللي هو برمجه خاصه لو وورد بريس، فالاضافات بتاع الوورد بريس بتعملها اصلا تلقائي، انت ما بتعصي تعمل توليد.““{